بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا خير مستقرا وأحسن وقيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. أعجاز القرآن نفحات الرحمة، أعجاز القرآن نفحات الرحمة، أعجاز القرآن نفحات الرحمة، أعجاز القرآن نفحات الرحمة، نفحات الرحمة. تفكروا قليلا في آيات القرآن، هذا كتاب الله فيه هدى وبيان، فيه إعجاز عندي هو حجة وبرهان، فهو كتاب الله خالد على أكبر الأزمان. تفكروا قليلا في آيات القرآن، هذا كتاب الله فيه هدى وبيان، فيه إعجاز عندي هو حجة وبرهان. تفكروا قليلا في آيات القرآن، هذا كتاب من الله فيه هدى وبيان، فيه إعجاز علمي هو حجة وبرهان، هو حجة وبرهان، فهو كتاب الخالق على أمر الأزمان. إعجاز القرآن نبحات الرحمن، إعجاز القرآن نبحات الرحمن، إعجاز القرآن نبحات الرحمن، إعجاز القرآن نفحات الرحمن. من أثبت في الكون نظرة الانفجار، من أكد الظلمات في أعماق البحار، ثم هذا الجنين خلقه في أطوار، كل هذا القرآن وصله باقتدار. من أثبت في الكون نظرة الانفجار، من أكد الظلمات في أعماق البحار، ثم هذا الجنين خلفه في أطوار، كل هذا القرآن فصله باقتدار، كل هذا القرآن فصله باقتدار. إعجاز القرآن نفحات الرحمن، إعجاز القرآن نفحات الرحمن، إعجاز القرآن نفحات الرحمن، إعجاز القرآن. مهما صعد الإنسان وارتفع للعليا، ضاق به التنفس واحتاج للهواء، في سورة الأنعام واضح بين الخفاء، هذا النص الجلي يصعد إلى السماء. مهما صعد الإنسان وارتفع للعليا، ضاق به التنفس واحتاج للهواء، في سورة الأنعام واضح بين الخفاء، في سورة الأنعام واضح بين الخفاء، هذا النص الجلي يصعد إلى السماء. إعجاز القرآن، إعجاز القرآن نفحات الرحمن، إعجاز القرآن نفحات الرحمن. تم البعان كيف خلق الإنسان، وانفجار النجوم وردة كالدهان، وانفصال المياه هم لا يبغيان، إعجاز النفورات في سيرة الفرقان. تم الوعاد كيف خلق الإنسان، وانفجار النجوم وجهة كالدهان، وانفصال المياه هما لا يبغيان، إعجاز النفورات في سورة الفرقان. إعجاز القرآن نفحات الرحمن، إعجاز القرآن نفحات الرحمن، إعجاز القرآن نفحات الرحمن. هذه المعجزات وغيرها كثير،
تؤكد وتؤيد لا يحصرها تفسير. هذا القرآن حقا من الله القدير إذ غيره يعلم هو الخبير. هذه المعجزات وغيرها كثير تؤكد وتؤيد لا يحصرها تفسير. هذا القرآن حقا من الله القدير إذ غيره لا يحصر فهو علم خبير. أعجاز القرآن نفحات أعجاز القرآن نفحات الرحمن أعجاز القرآن نفحات الرحمن. هذا القرآن نعمة النبي الأمين جعل الله رحمة للعالمين. هم النجاة حقا لكل المؤمنين. هذا القرآن نعمة النبي الأمين جعلهم الله رحمة للعالمين. هم النجاة حقا لكل المؤمنين. لا تهجره يوما يا خير السامعين. لا تهجره يوما يا خير السامعين. لا تهجره يوما يا خير السامعين. إعجاز القرآن نفحات الرحمن. إعجاز القرآن نفحات الرحمن. يا من تسمع كلامي لك كل احترامي. يا من تسمع كلامي لك كل احترامي. دعوة هذا صريحة للصادق والسلام. فالعدل والوسطية هم نهج الإسلام. والله شاهد على هذا الكلام. والله شاهد على هذا الكلام. يا من تسمع كلامي لك كل احترامي. هذه دعوة صريحة للصادق والسلام. فالعدل والوسطية هم نهج السلام. والعدل والوسطية هم نهج السلام. والله شاهد على هذا الكلام. أعجاز القرآن نفحات الرحمن. أعجاز القرآن نفحات الرحمن. أعجاز القرآن